ولدار الآخرة خير لو ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. أنت الآن في الدنيا هل لك ما تشاء؟ هل أي شيء تشاءه تجده أمامك؟ ما أكثر الأشياء التي تشاءها ولا تجدها، ولكن أهل الجنة أي شيء يشاءونه إذا هو أمامهم على الخاطر. لهم ما فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يعني ما من ساعة أجمل في حياة الإنسان من ساعة الموت إذا كان الميت مؤمنا وطيبا وطاهرا. والله الذي لا إله إلا هو، مهما ضاقت الدنيا على المؤمن، قد يجوع المؤمن وقد يلبس ثيابا خشنة وقد يسكن بيتا صغيرا لا يرى النور، وقد يكون دخله أقل بكثير من مصروفه، وقد يعيش أزمات الناس، ولكنه لا يحس بها لأن هدفه الكبير قد تحقق. خلقه الله في الأرض ليعرفه وليطيعه وليتقرب إليه، وها قد فعل، حقق الهدف من خلق السماوات والأرض. الدنيا جيفة طلابها كلابها، الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يا دنيا غري غيري، قال سيدنا علي، غري غيري، طلقتك بالثلاث، شأنك قليل وأمدك قصير، لقد طلقتك طلقة لا رجعة بعدها. التفت إلى الله، ابذل وقتك الثمين، والله الذي لا إله إلا هو لتأتينك الدنيا وهي راغمة، ليسرن الله لك أعمالك، ليوفرن وقتك، ليأتيك رزق وفير بجهد يسير. حق على الله عز وجل، ادفع زكاة وقتك، اجلس ساعة على قدميك، استمع إلى كتاب الله، إلى تفسير كتاب الله، وسيعفيك الله من وقفات طويلة بلا طائل في أماكن أخرى. اجلس على ركبتيك وتعلم كتاب الله، وسيحفظك الله من جلسات طويلة تحت الكلية الصناعية. قال لي رجل، قال لي أتمنى الموت، قلت لماذا؟ قال حياتي شقاء لا يوصف. قلت ما السبب؟ قال عندي كل أسبوع جلستين مطولتين لتصفية الدم، إلى أن يأتي دوري أنتظر بضع ساعات وأجلس تحت التصفية 8 ساعات في كل مرة. الآن خففوها 8 ساعات، وأدفع نفقات باهظة. أنت اجلس على ركبتيك واستمع إلى تفسير القرآن ليحفظك الله عز وجل. من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. لماذا الحزن؟ الأمر كله بيد الله، والله أسماؤه حسنى. الأمر كله بيد الله، وهو رحيم وسميع وبصير وعليم وحكيم وخبير ورؤوف، هذه أسماؤه، والأمر كله بيده. من أين يأتيك الحزن؟ لا يحزن قارئ القرآن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، خالق الكون، خالق الأكوان،
يقول لك نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أتخشى من إنسان؟ والواحد الديان وليك. أتخشى من إنسان ورافع السماوات بغير عمد وليك؟ نحن أولياؤكم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أليست هذه الآيات تغريك أن تكون مع الله، أن تتوب إليه؟ إذا رجع العبد العاصي سطع نور بين السماء والأرض، ونادى مناد من قبل الحق جل وعلا أن أيتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. والله الذي لا إله إلا هو، لا تحل مشكلة الواحد منا إلا إذا اصطلح مع الله. والصلح يتم في لمح البصر. يا رب يقول لك لبيك يا عبدي. إذا قال العبد يا رب وهو راكع قال الله لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد يا رب وهو ساجد قال لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد يا رب وهو عاص قال الله عز وجل لبيك 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 يا عبدي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ ألا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ أيها الإخوة الأكارم، الذي لا يتوب إلى الله عز وجل في الدنيا أحمق. باب التوبة مفتوح، لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. هذا الأعرابي الذي ضل الطريق فجلس لينام في ظل شجرة وعلى ناقته طعامه وشرابه وحاجاته، استيقظ فلم يجد الناقة فجعل يبكي موقنا بالهلاك، فلما أخذته سنة من النوم واستيقظ رأى الناقة فقال يا رب أنا ربك وأنت عبدي. من شدة الفرح قال أنا ربك وأنت عبدي. قال عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من ذلك البدوي بناقته. ألا غافلا تبدي الإساءة والجهل، متى تشكر المولى على كل ما أولى؟ عليك أياديه الكرام وأنت لا تراها، كأن العين حولاء أو عمياء، لأنت كمزكوم حوى المسك جيبه ولكنه المحروم ما شمه أصلا. كيف قال أبو يزيد البسطامي لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف؟ بماذا كان يشعر هؤلاء المؤمنون، هؤلاء الأتقياء، هؤلاء الأولياء؟ بماذا يشعرون؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو قسمت السعادة التي في قلوبهم على أهل الأرض لسعدوا. تقبل عليه وتشقى، لا يصلاها إلا الأشقى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من ذاق حلاوة القرب آثر الله على كل شيء. من عرف الله زهد فيما سواه. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا.
هذا لاحق المال، فلان متجه نحو الشهوات المنحطة، هذا يمضي وقته في اللعب، في لعب النرد، هذا يمضي وقته في الحديث عن الدنيا، هذا يقيم حفلات مختلطة يمتع عينيه بالنساء، هذا يفعل المنكرات. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت في قرب من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا، فأيسر ما في الحب للصب قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. هذا القلب بيت الرب، لا تدنسه بسواه، املأه محبة لله، املأه صفاء، املأه خشية، املأه مودة للذي خلقك من قبل ولم تك شيئا. يعني كلمة خيرة، والله الذي لا إله إلا هو نفسي لا تسخو أن أغادرها. القرآن بكامله ملخص في كلمة واحدة، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. هذا القرآن إذا طبق غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه، إذا طبق داؤك منك ودواؤك فيك، داؤك المعصية ودواؤك الطاعة، داؤك منك ودواؤك فيك. لا تقول ظروف، بيئة، حياة صعبة، قدر ساخر، قلب لي الدهر ظهر المجن، حظي تعيس، كله كلام فارغ. ما معنى الكلام؟ حظي تعيس، ما هو الحظ؟ قلب لي الدهر ظهر المجن، من هو الدهر؟ إله آخر الدهر؟ لا إله إلا الله، معنى الدهر إله ثاني عملته أنت؟ ظروفي صعبة، ما الظروف الصعبة؟ جعلها الله صعبة كي تعود إليه، هو الذي جعلها صعبة. فلذلك الإنسان حينما يقول ظروف وبيئة وصعوبات وحياة خشنة وأبواب مسدودة وآمال معدومة وفي يعني ضيق نفسي والدهر غدار والأيام تقلب لك ظهر المجن وحظك والحظ تعيس، هذه كلها كلمات أهل الشرك لا معنى لها، ما في غير آية واحدة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أمورك إن كنت مع الله عز وجل مستقيما على أمره من تيسير إلى تيسير، من توفيق إلى توفيق، من درجة إلى أعلى. تأكد أيها الأخ الكريم أن لكل منا خط بياني، إما أن يكون صاعداً وإما أن يكون هابطاً، إما أن يصعد صعوداً حاداً ليهبط هبوطاً مفاجئاً، وإما أن يصعد صعوداً مستمراً. تأكد أن خط بيان المؤمن في صعود مستمر إلى الأبد، وما الموت إلا نقطة على هذا الخط. هذا الأمر. قالوا خيرا، تلاوته خير، وتجويده خير، وحفظه خير، وفهمه خير، وأخير ما في الخير تطبيق هذا القرآن، تطبيقه في حياتك اليومية. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة،
لا بد من حياة طيبة، لا بد، لكن في امتحان. أما الدنيا نفسها لا بد من أن تنتظرك حياة طيبة وادعة هائمة هانئة، رغم صعوبة الظروف، رغم الأزمات الحادة، رغم كل شيء تقوله، لا بد من حياة طيبة يضمنها الله لك بعد أن تجتاز الامتحان، إنه قد تستقيم طمعا بما في الاستقامة من خير. هذه استقامة مشوبة، يجب أن تستقيم حبا بالله، يجب أن تستقيم ابتغاء مرضات الله لا غير. أما إذا استقمت لما علمت من أن المستقيم يعيش في بحبوحة، فإنك تستقيم ولن تعيش في بحبوحة. لا بد من امتحان، وبعد الامتحان يأتي العطاء. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أبتي، أعرف حسنة الآخرة فما حسنة الدنيا؟ قال: يا بنيتي، الزوجة الصالحة. قال بعض المفسرين: الزوجة الصالحة هي الحسنة في الدنيا، ولدار الآخرة خير. خير. ينتقل الوليد من الرحم إلى سعة الدنيا، هذا الانتقال يشبه انتقال المؤمن من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. يعني الطفل الصغير أساس الرحم كالبيضة تماماً، 7.5 سنتي مكعب، تصبح 750 سنتي بعد الحمل 9 أشهر. طيب هذا الصغير كل الحجم الذي يسعه 700 سنتي، متر مكعب. طيب حينما ينتقل هذا الطفل إلى الدنيا ويكبر ويسافر، يركب طائرات، ينتقل من قارة إلى قارة، أقم نسبة بين الرحم وبين الدنيا. بين من ركب طائرة سافر إلى أمريكا أو إلى الصين أو إلى القطبين، أو ركب مركبة فضائية حلق في الفضاء الخارجي، كان في الرحم. كذلك المؤمن يخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. إبرة اغمسها في مياه البحر وانظر بما ترجع من مياه البحر. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. أنت الآن في الدنيا، هل لك ما تشاء؟ هل أي شيء تشاءه تجده أمامك؟ ما أكثر الأشياء التي تشاءها ولا تجدها، ولكن أهل الجنة أي شيء يشاءونه إذا هو أمامهم على الخاطر. لهم ما فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يعني ما من ساعة أجمل في حياة الإنسان من ساعة الموت، إذا كان الميت مؤمنا وطيبا وطاهرا. ادخلوها بسلام آمنين، لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت ضيف الرحمن، ضيف الله، الإله العظيم الذي أطعته طوال عمرك هو الآن ينتظرك. من اشتاق إلى لقاء الله اشتاق الله إلى لقائه. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
كل الفلاح وكل التوفيق وكل الفوز وكل النجاح وكل التفوق حينما يستطيع الإنسان أن يأتيه ملك الموت وهو طيب القلب، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، هذه هي البطولة. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. إذا أعددت لهذا اليوم عدته فأنت بطل.